محبتي والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، طب قلوبنا ونور عيوننا وانشراح صدورنا، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان ومحبة ويقين حتى نلقاك يا رب العالمين. أحبتي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتكم كلها صحة وجمالا وبركة واطمئنانا وهدوءا، وأن يجعل صومكم جميعا صوما مقبولا، ويجعل أيامكم خصوصا أيام هذا الشهر الفضيل كل ساعة فيها رحمة وبركة وخيرا ونورا وسدادا ورزقا واسعا مباركا فيه يا رب العالمين. كما أسأله عز وجل أن يكشف الغمة عن هذه الأمة، وأن يسلم أمة الدنيا مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، أن يحرس ترابها وسماءها وحدودها من كل معتد أثيم، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه سبحانه وعز وجل. يمكن اللي كان متابع معانا من حضراتكم حلقة الثلاثاء الماضي من هذا البرنامج المبارك هذا ديننا، كنا افتتحنا الكلام عن العبادة الحقة. احنا متعودين لما نقول او نسمع كلمة عبادة نفتكر الصلاة على طول، وطبعا الصلاة من اهم العبادات وفيها اركان هي أبواب القرب لله تبارك وتعالى، زي السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعمل إيه يا سيدنا يا رسول الله؟ فأكثره الدعاء، أو فأكثره من الدعاء، لأنك في حالة قرب من الله. اسمحوا لي هناخد مع حضراتكم فاصل سريع ونرجع نستكمل البرنامج إن شاء الله. والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من برنامجكم هذا ديننا، وهذه كلمة حبيبة إلى قلبي وإلى قلب كل مسلم ومسلمة، لأن الذي اختار لنا هذا الدين بكل تفاصيله، كل أوامره ونواهيه، كل تشريعاته، هو رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا دين المصطفى، وهو دين مختار لنا، وهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى بنفسه وذاته العلية لمن آمن به. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا يعني عايز كل واحد يفتخر بأنه مسلم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار له هذا الدين فأكمله فلا نقص فيه، وأتم عليه هذه النعمة، وهي نعمة بكل يعني معاني الكلمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العلماء قالوا فضل الله هو القرآن ورحمته هو الإسلام، أو العكس، فضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن. واللي بيعيش المعاني دي، اللي بيحقق الإسلام في حياته ويعيش مع القرآن خلقا وسلوكا ويعني معايشة حقيقية، بيشعر بقيمة هذه النعمة. فقط ما بيبقاش مجرد كلام مكتوب في سطور أو مطبوع في المصاحف هو كلام الله عز وجل نصدق به، ولا مجرد أحاديث صحيحة في كتب السنة، لكن لما
نخرج هذه الأنوار من الكتب إلى الواقع، إلى على المستوى الفردي، على مستوى الأسرة، على مستوى الحياة، بنذوق فعلا حلاوة هذا الإسلام الذي قال الله فيه كما قلتم لحظة واحدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وانتوا حضراتكم بتشوفوا اهو شهر واحد 30 يوم 29 يوم، ربنا سماه أياما معدودات وسماه شهر، والشهر معروف انه يا 30 يا 29، يعني أيام وساعات معدودة، فيه تكليف ربما يكون شاق على النفس هو الصيام. لكن شوف لما بنعيش رمضان بيعيشنا بيقربنا من الإسلام بشكل يعني حميمي كده وقريب، شوفوا المتعة اللي احنا بنستشعرها من الصيام ومن القيام ومن الصلوات ومن تلاوة القرآن، وتبقى فرحان أو تبقي فرحانة لما تخلصي ختمة المصحف تقرأيه كله، بتبقى سعادة أنا ما أقدرش أوصفها، كل واحد يستطيع أن يعبر عن نفسي إن استطاع من لذة هذه التلاوة اللي خدت منه أيام وليالي ووقت، ويبقى نفسه يرجع تاني ختمات عديدة. من أين تأتي هذه اللذة، وكيف نصف هذه السعادة وهذا الشعور؟ ليست السعادة فقط في جمع المال أو في تحقق الشهوات في حياتنا، دي وسائل كنا بنستمتع بها بشكل مؤقت، لكن الأعمال الصالحة بكل أنواعها ربنا سبحانه وتعالى أطلق عليها وصف واسم غاية في الجمال: الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. يعني هي دي مش مجرد أعمال لليوم والليلة أو لهذا العمر، إنما هو رصيد نحوله لينفعنا يوم أن نأتي ربنا سبحانه وتعالى فرادى بعد موتنا، نسعد بحياة أخرى، حياة أبدية، حياة خالدة في نعيم الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى عن نعمة هذا الجوار: إن المتقين. المتقين دول هم اللي بيوصلهم رمضان وأيامه الجميلة وصيام وأعماله الصالحة إلى هذا المستوى وإلى هذا المقعد. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. طب خلاص يكفيك هذا، لكن لا، شوف الوصف اللي جاي فين مكانهم: في مقعد صدق عند من؟ عند مليك مقتدر. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذا المقام. اللهم اجعلنا يا رب في هذا المقام، ولا تحرمنا عطائك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فبنقول لما بنقول كلمة عبادة يبقى هي الصلاة، الصوم، الحج، دي عبادات محضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنا ذكرت وقلت في الحلقة السابقة بيقول لنا عن نوع من العبادة هو بيلخص العبادة كلها، وهو يسمى العبادة الحقة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وبنقول في أيام وليالي رمضان بيبقى الحاجة اللي بنكررها كتير، وكلنا لينا احتياجات ولينا طلبات ولينا أمنيات محتاجين إنها تتحقق، ربما تنقطع عنا وسائل تحقيق هذه الأمنيات لأن احنا بشر ولينا مستويات في القدرة، لكن الله مستواه في القدرة قد إيه؟ قال تعالى: والله على كل شيء قدير. إنما أمره شكله إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء بقى يخطر على بالك أو لا تستطيع أن تصله بعقلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي، خلي بالكم من الآيات لأن هنقابلها وإحنا بنقرأ في القرآن الأيام دي، فعايزين نتأملها ونتدبرها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن السماوات، خزائن الصحة، خزائن الأولاد للي نفسه في أولاد أو نفسها، خزائن الرزق، والرزق مش بس فلوس مش مال، خزائن راحة البال وهدوء النفس وطمأنينة القلب، خزائن الأمن والأمان، وإنك تبقى في بيتك مطمئن على نفسك وزوجتك وأولادك، هذه نعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه
عنده قوت يومه ده أغنى واحد، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. والناس اللي بتتعلق بشيء واحد بتعذب به، لكن لما بتشوف الراحة من معناها الواسع زي ما الإسلام بيعلمنا بتستريح، بيبقى بيوازن في حياته. فعموما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. قصة الدعاء في القرآن والسنة وفي الإسلام قصة كبيرة جدا. وانت أو حضرتك بتقري القرآن وبنرتل الآيات بيقابلنا شخصيات عظيمة جدا، ربنا جعلها لنا أسوة ومثل وقدوة في هذه الحياة، مرت بيهم أحوال لأنهم بشر. هم مين؟ الأنبياء والمرسلين. أصيبوا بأشياء وابتلوا بأشياء عظيمة جدا، وانت تستغرب طب نبي ربنا اختاره وفضله على الآخرين وعلى الناس واصطفاه، كل واحد من الأنبياء اصطفاه الله باصطفاءات خاصة، لكن في النهاية النبوة والرسالة لوحدها اصطفاء واختيار واجتباء من الله سبحانه وتعالى. فكيف يبتلى في جسدي إذا كان مرض، يبتلى في قومي يبتلى؟ هذه سنة الله في الأنبياء، عشان دول المثل، دول منارات الهدى، دول المصابيح، دول الكشافات اللي بيوضحوا لنا الطريق، لأن هيحصل لنا في حياتنا كما يحدث لهم، فيبقى هم اللي نرجع لهم نقول يا طب المريض يقول طب ما سيدنا أيوب ده كان نبي عظيم جدا ومع ذلك ابتلي. سيدنا يونس نبي عظيم، وكان إيه ذنبه؟ يعني كان يدعو إلى الله، يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى. كل نبي كان جاي بس يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الحكاية، لا عايز منهم مال ولا منصب ولا جاه ولا حاجة، يدلهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأنت تستغرب يتعمل فيه كده ليه؟ لكن هي النفس والشيطان والصراع وحب الباطل وتغليب الهوى على النفس، الصراعات اللي معروفة في حياة البشر. بيجي الأنبياء عشان يحطونا على الطريق ويشاورونا على الطريق اللي موصل لربنا، يقولولنا الطريق من هنا، عشان ما تمشوش في سكك وفي طرق مختلفة. فتلاقي مثلا الأنبياء، وده بنقراه في القرآن الكريم وفي قصص الأنبياء الجميل اللي سرده القرآن العظيم بأسلوبه الممتع والماتع والرائع اللي لا تمله أبدا إذا كنت يعني معتاد تلاوة القرآن. فتلاقي مثلا الأوقات الاضطرار اللي هي الأوقات الصعبة اللي خلاص الواحد وقع في أزمة، الأنبياء والمرسلين وقعوا في أزمات طبعا طبعا، وده اللي القرآن حكاه لنا عشان لما يحصل لينا. أسأل الله أن ينجينا وحضراتكم من كل مكروه وكل سوء ومن كل أزمة وكل ميكروب وكل فيروس وكل من مكاره الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. يبقى يعرفوا من يدعو، يعرفونا أن ليس لها من دون الله كاشفة. يبقى إيه العلاقة بينهم وبين ربنا في هذا الوقت؟ ليس لهم إلا الدعاء، وإلا إلى طرق باب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ويبقى فرصة أن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ده أمر إلهي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفترون. ربنا اللي بيقول لنا كده، يعني أنت محتاج ربنا يرحمك، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اغفر لي يا غفور، أكرمني يا كريم. ربنا يحب هذا الدعاء وهو أقرب إلى الإجابة إن شاء الله تعالى. فيجي الأنبياء لما يقعوا في أزمات وفي ضوائق وفي أمور صعبة وشديدة، وهم بشر يعني يمرضون ويتألمون ويموتون كما يموت البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ كده في الصلاة والصحابة بيسمعوا وراه القرآن في آيات القرآن، إنك ميت، مين ده؟ رسول الله خير الخلق، هيموت ومات ولحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، هو يقراها في حياته يقول إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإحنا ده المعنى ده مش بيزعلنا، نحن لا نقيم سرادقات عزاء وإحنا في حياتنا، لا، ده النبي علمنا إن إحنا ندعو إن ربنا يصلح لنا الأيام اللي إحنا عايشينها والسنوات، ونطلب طول العمر، ده شيء جميل، وده هذا من تعليمات ديننا. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أيضا يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأن الدين هو اللي يزبط لك البوصلة، يعرفك الحق من الباطل،
الحلال من الحرام، الصح من الغلط، فتظبط سلوكك، وده هيحقق لك مصلحة على المستوى الفردي وعلى مستوى معاملتك مع الناس في الحياة الدنيا. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأكل عيشي ورزقي وشغلي ومكتبي وعمالي وشركتي، يعني هذا مطلوب أن تدعو لنفسك به. هو الإسلام مش جاي عشان يقعدك في الجامع ليل ونهار ولا تتبتل في العبادة، لا، أنت تأخذ من هذا لذاك، تأخذ من الدين لتصلح به دنياك. ببساطة شديدة، ما عندناش صراع بين الدين والدنيا في الإسلام على الإطلاق، لأن الإسلام بيقول لنا الدنيا بتاعتكم دي مزرعة للآخرة، اغرسوا فيها الأعمال الطيبة. والأعمال الطيبة مش بس صلاة وصوم وزكاة، دي اسمها عبادات محضة، فيها معنى العبادة المباشر، لكن في عبادات بالنية والاحتساب. يعني لما المرأة اللي غرقانة في الذنوب وتقابل كلب في صحراء ما فيش حد شايفها ولا تطلب الشهرة، فسقط الكلب فشكر الله لها فغفر لها، في أعظم من كده؟ لا صلت ولا صامت، لكنها عملت عملا أحبه الله فشكر لها، وهي امرأة بغي ترتكب الفواحش طول عمرها وتتجر بهذا، ومع ذلك شوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى للعمل الصالح، ولو في نظرك هين وبسيط، لا، عند الله يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإحنا كأمة الإسلام أعمارنا قصيرة، ما بنعيش 1000 سنة زي أعمار قوم سيدنا نوح مثلا أو ما من بعده من الأمم في أوائل البشرية. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك، ونسأل الله طول العمر مع الصحة وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. ده دعائك دايما، وكلنا نحب أن ربنا يمد في أعمارنا في صحة وعافية طبعا جميعا وحضراتكم، وندرك رمضان عواما عديدة يا رب العالمين. هذه من البركات، وهذه مما ينسأ الإنسان في عمره وبركة في حياتي، أسأل الله ذلك. لكن عايز أقول أن الأنبياء نرجع لهم تاني، وقعوا في مضائق وأزمات، سواء على المستوى الصحي زي مثلا سيدنا أيوب، مثل يضرب في الصبر على المرض، يمكن قرابة 18 سنة مريض زي ما الروايات قالت، لكن في العموم يعني هو كان مريض مرض شديد وصبر عليه كثيرا. لكن لما جه يدعي ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا بقى أدب الدعاء وجمال الدعاء وحلاوة الدعاء في لحظة الشدة. كونك تدعي ربنا لما الواحد تقع في أزمة، أسأل الله ألا تقع في أزمة يا رب العالمين، من يسمعنا ومن لا يسمعنا، من يرانا ومن لا يرانا يا رب العالمين، كل حياتنا تبقى سعة وبركة ونور وسعادة يا الله. وتدعي ربنا، يعني ليس لك ملجأ من الله إلا إليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على حالة الاضطرار دي، إن خلاص يمين وشمال مش شايف مخرج. ربنا سبحانه وتعالى قال لك، أنا لك في هذا الأمر، أمن يجيب المضطر. وصل لمرحلة الاضطرار والضرورة وخلاص الاختناق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. شوف السؤال القرآني اللي جاي في نهاية الآية دي، أإله مع الله؟ ليكوا حد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ليس لنا إلا الله عز وجل. بس كل ما معرفتنا بتبقى ربنا فيها برودة وناقصة، معلوماتك عن ربنا ناقصة، واستحضارك لأسماء الله الحسنى وصفاته ناقصة، ما تحسش بحلاوة الدعاء. تدعي بلسانك وقلبك في سكة تانية، وقلبك غائب، فما يتحققش معنى الدعاء. وممكن الشيطان يتسلل لك، والنفس الأمارة بالسوء يقول لك اهو انت بتدعي، اهو عمل لك ايه، والعياذ بالله. وحتى النبي نبهنا لكده، قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وبين لنا معنى العجلة، يقول قد دعوت وقد دعوت، من عمال ادعي فلم يستجب لي، فيسكت عن الدعاء، فحينئذ يستحسر عن الدعاء، ينكمش ويتراجع، ولا هدعي ولا هعمل. لا، احنا عشان كده نقول الدعاء لوحده بدون إجابة، بقى الدعاء لوحده هو العبادة، تاخد عليه ثواب،
ثانيا في حاجة اسمها الشفاء بالدعاء، لأنك بتفضي إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي ده أنت لما بتحكي مشكلتك لواحد صديقك أو بتحكي لواحدة صديق بترتاحي شوية، وهي لا تملك أن تفرج عنك إلا بكلمة. يعني ممكن مشكلة بنحكيها بس ما فيش حد قادر يحلها لنا، من لك إلا الله سبحانه وتعالى. لكن يمكن الصاحب أو الصاحبة ممكن في لحظة يبقى عرف سرك أو مشكلتك أو وجعتك أو اللي أنت بتحكي لها. ممكن إحنا بنتقلب على بعض، الشاعر بيقول احذر صديقك عدوك مرة، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما في يوم من الأيام يعني فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. سرك معاه ده مش بنخوف بعض من بعض، لكن نوع من الحذر في العلاقات الاجتماعية. وفي النهاية أنت لما بتكشف نفسك لربنا، ما هو اللي خلقك، هو اللي عارف سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الدعاء الجميل اللي قاله سيدنا المسيح عليه السلام لرب العالمين، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، علام الغيوب سبحانه وتعالى. فيبقى أنت لما بتدعي ربنا حتى لو لم تتحقق لك الإجابة الفورية اللي أنت عايزها، ربنا لا يؤخر عنك الإجابة ليعذبك. بيقول لك كده في القرآن الكريم، شوف الآية الجميلة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أي ابتلاءات، إيه فلسفتها، إيه معناها؟ يرقيك الله سبحانه وتعالى عشان تروح لربنا نظيف، صفحتك بيضة ليس فيها ما لا تستطيع أن تدفع له فدية ولا ثمن يوم القيامة. يعني لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به ما تقبل منهم، وانت هتجيب منين يوم القيامة؟ فلما إنسان يبتلى في الدنيا أو يمر ببعض الأزمات، اعلم أنها تخفف عنك إن صبرت واحتسبت وعلمت أن الله كريم رحيم عظيم، لا يريد تعذيبك إنما يريد تنقيتك وتطهيرك ورفع درجتك عنده سبحانه وتعالى، لأنه حكيم، والحكيم لا يتصرف ولا يدبر إلا بحكمة تليق باسمه الأعظم سبحانه وتعالى وصفاته العلى. عشان كده الطريق لمعرفة حلاوة الدعاء وقيمة وعظمة وقدر من تدعوه يمر من خلال بوابة علمك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. تتعرف على ربنا، وبعدين يكون لك دعاء خاص لا يسمعه إلا ربك سبحانه وتعالى، بينك وبين ربنا تفضي إلى الله عز وجل، لأنه سترك وغطاك سبحانه وتعالى هو الذي يسترك. تقول له يا رب أنا عملت وسويت وأنت أعلم بما فعلت، أنا عملت وأنت سجلت وأنا نسيت اللي عملته، أحصاه الله ونسوه. الآية بكده بتقول كده، ربنا بيحصي علينا لكن يغفر لنا سبحانه وتعالى. طيب ده أنا عملت بلاوي، ذنوبي كتير لدرجة أن أنا مش فاكر حاجات من سنين عملتها ومسجلة عند الله لا تخفى عليه خافية. أنت يعني أصرفت على نفسك، عملت كتير مش كتير على مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، وانت لسه وانت في معصيتك دي اسمك من عباد الله ما اضطردتش لسه. ده مش كلامي ولا بطبطب على حضراتكم، لا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن كلام ربنا بقى العظيم الفصل الذي ليس بالهزل بيقول لك كده، ده بيقول لي مين؟ للمسرفين اللي غرقوا في الذنوب وعملوا اللي ما يعمل زي ما بيقولوا. قل يا عبادي، ها، مش المذنبين ولا الخطائين ولا العصاة ولا كذا، لا، ده اللي بلغوا في عمايلهم السودة زي ما بنقول كده حد الإسراف، يعني بعطر الجو اللي حواليه ذنوب ومعاصي، مسرف على نفسه. ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على الله، لو ملينا الأرض كفر وفسوق وعصيان لن يضر الله شيء، كل ده سيعود على الإنسان. عشان بس مريح نفسك، أنت لا تعاند ربك عشان هتضره، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. عشان كده بيقول يا جماعة الهدي والذبائح والحاجات اللي بتتذبح في الحج وخلافه، ربنا يفتح لنا أبواب الحرمين يا رب
من غير وباء ولا بلاء ولا ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. الناس مشتاقة يا رب يا رب العالمين. يقول انتوا الذبايح اللي بتذبحوها دي نسك في الهدي، اوعوا تفتكروا ان ربنا بياكل ويشرب ولا عايزها، لا ده ليكوا، انما انتوا عملتوها تقوى من لله عز وجل وامتثالكم لامركم، وفي النهايه بتروح للفقراء والمساكين والقانع والمعتر اللي ربنا وصفهم في القران. فبيقول لنا لن ينال الله، يعني مش هيصل لربنا لحومها ولا دماؤها، لانه يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. يعني ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. طب ايه اللي بيصل لربنا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ان تتقوا الله انكم نفذتم اوامر الله ببساطه شديد. فبيقول للمسرفين اللي غرقوا في الذنوب سنين طويله وخلاص يئسوا، انا ارجع لربنا، انا افكر اصوم ولا اصلي، عمال يفتكر الرصيد الوحش اللي عمل. لا يا عم، ده الباب قريب جدا، وانت مش محتاج يعني ندي لك كارت تدخل بيه ربنا ولا تقول الله اكبر، انت توضى وادخل على طول، قريب قريب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، بس الشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مش عشان ده هينفعني تصلي او ما تصليش ينفع، هذا لك، هذا لراحتك. صحيح ده من تحقيق العبوديه للذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى وعز وجل، لكن في النهاية صلي ما تصليش، تسلم أو لا تسلم، هذا لك أو عليك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول مش لأهل الصلاة وأهل القيام وأهل النوافل وأهل العبادات وأهل الزهد، لا لا لا، ده لهم شأن آخر. إنما الكلام هنا للمسرفين، قل يا عبادي الذين أسرفوا، عملوا كتير قوي، أسرفوا على أنفسهم، تيأسوا يعني. والله لو بمقاييسنا احنا كنا نيأس، كل واحد عارف هو عمل إيه وأجرم في حق الله وحق الناس قد إيه، كل واحد عارف نفسه وعمل ونسي كمان. لكن بمقياس الشرع والحق وبمقياس جمال صاحب الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى بيقول لك كده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ما تيأسوش، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه بيسموها العلماء أرجى آية، أعظم آية في باب رجاء الله سبحانه وتعالى. طب عايز إيه بعد كده؟ ايه بقى عذرك انك انت مش عايز تتوب الى الله؟ طيب اسمحوا لي بقى ابدا اخد اتصالات. استاذه خديجه من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. وانتم بخير. وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طيب عندي سؤالين واستفسار، ممكن؟ تفضلي. فيما يخص سؤال، ادعوني استجب لكم. نعم. لماذا جاءت بعد ايات الصيام ولم تاتي بعد ايات الصلاه او الحج؟ هذا اولا. نعم. اما السؤال الثاني فيما يخص ايوب عليه السلام، عندما دعا الله عز وجل قال ربي اني مسني الضر، ولم يقل اللهم اشفيني. وفيما يخص الاستفسار، فيما يخص اسباب اجابه الدعاء، هل وردت في الاحاديث قبل ان ندعو الله عز وجل ان نصلي عليه الصلاه والسلام، هل هذا صحيح؟ نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خيرا استاذ خديجة. ابو محمد من بني سويف، السلام عليكم. معانا ابو محمد؟ مش معانا. طيب سؤال الاخت خديجه، سؤال مهم، بتقول لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم بعد ايات الصيام؟ انا بس بصحح، هي ايات الصيام وردت في ذيلها في نهايتها قول الله تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني، مش ادعوني استجب لكم، هذه لها موضع اخر وهي ايضا في شان الدعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني،
العلماء طبعا لهم لطائف وإشارات في التفسير الجميلة، كون هذه الآية، وطبعا أماكن الآيات دي بيسموها توقيفية، يعني جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ضع هذه الآية في هذا الموضع، دي قبل دي، دي في المكان، فهي توقيفية بالسياق اللي احنا بنقرأه في المصحف 114 سورة من سورة الفاتحة إلى سورة قل أعوذ برب الناس اللي هي ختام المصحف. هذا الترتيب يعني ليس ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى أرسل به جبريل، فهذا هو الشكل النهائي لترتيب السور والآيات، توقيفية يعني متوقفة على الوحي باختصار يعني. فجاءت هذه الآية في سياق آية الدعاء، في سياق آيات الصيام، لأنك أنت متلبس أو متحقق بعبادة عظيمة جدا، الصوم لا عدل له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس له مثيل، فقلبك رقيق وقلبك متصل بالله، فأنت في حالة خشوع، فهي فرصتك في الدعاء، فباب الإجابة مفتوح. عشان كده جاءت هذه الآية من أقوال العلماء يعني في مثل هذه. أبو محمد رجع لنا تاني. من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا محمد. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا حبيبي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. عندي سؤالين بعد اذنك يا فضيلة الشيخ. تفضل. عندي محل اجهزة كهربية وشغال بالغاز. نعم. عايز اعرف النسبة السنوية اللي هي الحلال ربنا كام؟ ماشي، وهل لو حد اتأخر عن السنة ينفع ان انا ازود عليه؟ طيب. بعد السنة ما تعدي؟ نعم. تاني حاجة، السؤال التاني، زكاة المال، لو أنا مثلا عندي أجهزة مثلا 200 ألف في المحل مثلا وفي 300 ألف مثلا بره، هل أطلع على 200 اللي موجودة في المحل، ولا هل أطلع على المبلغ اللي كله الإجمالي كل اللي بره؟ تمام. يعني 300 زائد 200 مثلا. بارك الله فيك يا محمد، وشكر لحضرتك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هجاوب من آخر سؤال وارجع تاني للأخت خديجة أبو محمد. طبعا العلماء أقروا بأن هذه المعاملة في البيع والشراء بالقسط حلال، لا شيء فيها، إنما كلما تأخرت المدة زادت البتاع ده قد تدخل في شبهة ربا، لأن في اتفاق، لكن ممكن يبقى في شرط حلال، إن في حالة هذا التأخر بيبقى بيزيد كذا في المية، ليس من باب الزيادة الربوية، إنما من باب ضمان المال. لكن إذا أنظرت معسرا لك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. المال اللي هتخرج عليه الزكاة لا بد أن يكون كله في حوزتك. حوزتك يعني إيه؟ حاجة عندك بالفعل، وحاجة في السوق مثلا، أو دين ليك على ناس بره بس مضمون الأداء، يعني فعلا مطمن أنه جاي، هذا تخرج عليه الزكاة كلها إذا بلغت النصاب والقدر بتاعها يعني، وحال عليها الحول، يعني مر عليها السنة الهجرية أو السنة القمرية. والله تعالى أعلى وأعلم. بنرجع تاني لأختنا خديجة ودعاها، بتقول لماذا قال سيدنا أيوب في دعائه وهو مضطر، طبعا حالات الاضطرار اللي احنا أشرنا إليها في بداية الحلقة، لماذا وهو يدعو ومريض بقاله سنوات لم يقل رب إني مسني المرض فاشفني؟ وده طلب مشروع، وطلب يتعلق باحتياج، الجائع بيطلب الطعام، العطشان بيطلب يشرب مية، الفقير بيطلب المال، المريض بيطلب الشفاء. لكن فعلا ملاحظة مهمة جدا، سيدنا أيوب لما دعا الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية في سورة الأنبياء، وذكرت عدد من أنبياء الله وقصصهم بشكل موجز، قال تعالى أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، وأيوب إذ نادى ربه، وكلمة نادى يعني دعا، وأيوب إذ نادى ربه، قال له إيه بقى؟ أني مسني الضر فاشفني؟ لا، ما قالش بقى، هي النقطة بقى، هذه هي اللطيفة، أني مسني الضر
وأنت أرحم الراحمين. هو كده دعا ولا دعاء ناقص؟ لا، ده دعا بقمة ومنتهى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الأنبياء كانوا عارفين ألفاظهم ومواطن العبودية حتى في الدعاء مهما كان مبتلى. فكده حتى سيدنا إبراهيم وهو بيتكلم عن ربنا ويعدد صفاته بيقول إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. خلى المرض نسبه لنفسه، ما قالش وهو وإذا ما أمرضني، مع إن المرض يعني ابتلاء من الله فعلا، لكن الأدب مع الله ينسب الشر لنفسه وينسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى، زي الجن ما قالوا كده، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد للمبني المجهول، أريد الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، بذكر ربنا كده مباشرة، رشد الحاجة الحلوة، حاجة الحلوة تنسب إلى الله، والشر والمرض تأدبا مع الله ننسبها لأنفسنا. دكتور حلمي السلام عليكم. دكتور حلمي المنصورة، يا ألف مرحبا يا دكتور، منور الدنيا كلها. دكتور حلمي ماهر مع حضرتك، حبيب قلبي الغالي، قطار مصر حضرتك ايه، منور الدنيا كلها، قطار مصر المنطلق. حبيبي يا شيخنا الغالي، يعني بمناسبة الدعاء، يعني نسألكم الدعاء ولا تنسانا من صالح دعاء حضرتك. وطبعا حضرتك عارف المرض الشديد اللي بيمر به الوالد، فيعني على الهوى كده نسأل حضرتك الدعاء، وأتمنى أن السادة المشاهدين وكل العاملين في القناة يعني يأمنوا على حضرتك. حاضر يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا دكتور ماهر. وطبعا أنا علمت بخبر يعني المرض المفاجئ اللي جه لوالد الدكتور حلمي، وهي فرصة الصائمين والصائمات والمقبلين على ساعة الإفطار، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفاء والد أخونا الدكتور حلمي شفاء عاجلة، وبنقول له لا بأس طهور، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافه في بدنه وعافه في سمعه وعافه في بصره، اللهم أبدل مرضه صحة وعافية، اللهم ألبسه ثوب الصحة والقوة والعفو والعافية يا رب العالمين، يا رب رمضان، يا رب القرآن، يا رب هذه الليالي المباركات، استجب لنا دعاءنا في أن تشفي والد عبدك حلم ماهر من مرضه ومن كل داء، وأن تكشف الكرب عن كل مريض يا رب العالمين، وأن تعجل بشفاء مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يا شافي يا معافي يا الله، اللهم أمين. فهذه فرصة بنشوف الأنبياء اتعاملوا يعني مع مثل هذه الأزمة إزاي، المرض. فسيدنا أيوب بيقول ربنا بيحكي عنه، وحكاية الله عن أيوب تشريف له وذكر لن ينتهي، لأنه في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، في كتاب خالد غير قابل للتبديل ولا التحريف ولا اللعب إلى يوم القيامة. فأجيال متعاقبة هتقرأ عن سيدنا أيوب وكيف دعا الله سبحانه وتعالى. معانا مين؟ أم محمود من القاهرة، السلام عليكم محمود. أهلا بك. بس يا شيخ، طب انا عايز اسمعك كويس، بس وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بعد اذنك. وطيت التلفزيون. انا عايز اسالك سؤال بس، ما علينا تخليني بس ليه؟ اتفضل. ما بقدرش اصلا، جوزي زعلان، فبضطر ان انا يعني ممكن اغير ثلاثه اربع مرات. انت عندك سلس بول، يعني مريضه بالحكايه دي بتتكرر معاكي كتير؟ كتير. انا ما اقدرش امشي مشوار، ان انا اتحمل على نفسي البول يسمعني. حضرتك كشفتي وبتاخدي ادويه يعني يا ام محمود؟ انا باخد علاج للضغط. طيب ماشي، حاضر هجاوبك. استاذ ايهاب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا، اهلا بيك. بسم
مع حضرتك. طيب وانت طيب يا حبيبي، ربنا يسعدك. معلش انا اسف لازعاج حضرتك. ليه ازعاج؟ ليه ده انت بتسعدني. ربنا يديك الصحه ويبارك لنا في عمرك يا رب. امين واياك يا حبيبي. نور على نور يا رب. الله يسعدك، اتفضل. انا يا دكتور دلوقتي بقول والدتي عندها 72 سنه وست كفيفه ومريضه كانسر. هنيئا لك، ربنا يحفظك ويشفيها. الله يكرمك. وانا من اصحاب الامراض المزمنه، انا كنت بناشد اهل الخير بس لو حد يساعدني بمبلغ اعمل بيه مشروع وانا اسد المبلغ ده عشان اقدر على تكاليف العلاج، لان انا يا دكتور تعبان والله والظروف عندي صعبه قوي قوي. انا بجيب علاج لوحده ليا انا ب 400 جنيه والله. طيب قبل ما تقفل سيب تليفونك في الكنترول، ولو حد عايز يتواصل من اهل الفضل وهم كتير لا حصر لهم يرجع او ارجع اتصل تاني بالكنترول. حاضر. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك فيك، وانت خليك على ما انت فيه، انت في جنه. عالتك لوالدتك الكفيفه المريضه دي يا سلام، هي جنتك ان شاء الله سبحانه وتعالى. ام مريم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك. حضرتك يا شيخ انا بسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا بقرا قران بس بغلط فيه، يعني مش بعرف اقرا قوي، هل حرام ولا حلال؟ ما فيش حد اخت كده طيبه معلمه تعلمك قريبه منك او حد من اولادك او كده؟ لا ما فيش حد. طب وسؤال تاني، هل لو انا عندي حائط وكده ينفع اقرا قران وانا عليا حائط؟ طيب حاضر تمام. تلاوه القران للحائط بعض العلماء يعني اجازها طبعا بشرط، يعني اذا كانت تقرا من المصحف بحائل يعني. بعضهم يعني قال لك لا، يعني هي في فتره العذر الشرعي فتعود لعبادتها بعد ان تتطهر من عذرها تماما. اما الخطا في التلاوه يعني الماهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة، اللي اتعلم تجويد وازاي يقرأ والمد والغنة والأحكام دي وبيقرأ، ده مستوى مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة. وده تحفيز ان احنا مش كل حاجة نروح نتعلمها اذا كانت للدنيا نتعلمها ونجتهد فيها ونيجي عند القرآن هو كلام رب العالمين المريح للنفس اللي فيه مصيرنا بين يدي الله يوم القيامة نكسل فيه. اذا استطعنا ان احنا نخلي حد، وما شاء الله كتير، وبقى دلوقتي التلاوات في الكمبيوتر وفي الموبايلات وفي يعني بقت وسائل التعليم متاحه جدا، تكرار الايه ورا الشيخ الحصلي الشيخ المنشاوي الشيخ البنا مشايخنا الكبار في المصحف المعلم، نمسك المصحف كده ونردد ان شاء الله هيبقى سهل يعني عشان نصل لهذا المستوى. الماهر بالقران مع السفره الكرام البرر، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فإن شاء الله تبقي من أصحاب الأجرين بإذن الله تبارك وتعالى. طيب وهنرجع مع الأسئلة، لو فاتنا إجابة بنرجع تاني. أستاذة فاطمة من الفيوم. طيب السلام عليكم، ولو سمحتي وطي التلفزيون عشان تسمعيني كويس من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فاطمة تفضلي. لو سمحت انا الدره لو ما اخذ يعني الدره جتني يعني المفروض كنت اغسل منها يعني اول يوم في رمضان. فغسلت منها وكده وتاني يوم وتالت يوم فكان نازل حاجات صفرة، فالمفروض اصلي ولا اعمل ايه؟ طيب حضرتك ترد عليا بعد ما اقفل. معلش. ماشي ومعلش يعني طلب يعني معلش. اتفضلي. انا بقى لي 10 سنين ما خلفتش وعايزه حد يساعدني يعني من اهل الخير اللي انا اعمل عمليه الحقن المجهري، ممكن برضو اتصلي بالكنترول او سيبي تليفونك وان شاء الله يعني يكون في خير باذن الله تعالى. استاذ سمير من القاهره. السلام عليكم استاذ سمير. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك يا استاذ. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. يا مرحبا بك. طيب وانت طيب يا حبيب قلبي اتفضل. انا ليا بس عندي 3 اسئله بس. اتفضل. السؤال الاول، انا دلوقتي بصلي التراويح وبقرا جزء يعني جزء عام اللي هو الجزء ال 30 فبقعد اكرره كل يوم.
عشان انا يعني ما بعرفش يعني اقرا القران كويس، فهل ده يصح ينفع لي يعني صلاه؟ ده اللي انت حافظه يعني، ان انت حافظه من القران. تمام. انا بمسك المصحف برضه بقرا منه. ممتاز. تمام. ماشي؟ تمام. طيب والسؤال الثاني، انا الوقت كنت نادر اللي مراتي كان ربنا يقومها لي بالسلامه، كانت نادر ان انا ايه اما تقوم بالسلامه ادفع 100 جنيه واعمل فيها اكل السمك واكل بها ايه اصحابي يعني وبتاع. ماشي. فالوقت انا كنا يعني اعزمها في الشغل يعني. فالوقت احنا ما بنشتغلش وديت بالليل، كنا بنشتغل وديت بالليل بس الوقت ما بنشتغلهاش. هل ينفع اطلعها لله؟ 100 جنيه دي اطلعها لله؟ ماشي. والسؤال الثالث بقى، ايه مراتي كانت يعني ايه عندها السكر. وبقى لها 4 سنين ما كانش بتصوم، كانت اول سنه ليها كانت حامل وما بتصومش، وثاني سنه الدكتور قال لها ما تصوميش، وثالث سنه يعني طلعت حاجه لله، فهل السنتين اللي هي ما صمتهمش دول ينفع تطلع حاجه لله ولا تصومهم عادي؟ بس هم دول السؤالين. بارك الله فيك. لا لا ماشي. جزاك الله خيرا يا حاج سمير. طيب خلينا برضو من تحت لفوق كده، يعني الـ 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 الايام اللي فطرتهم زوجتك، خلينا نبدا من اخر فرع في السؤال، يعني اذا كانت تقدر تقضي هذه الايام في صحتها، يعني تقدر تقضي او تطعم مسكين عن كل يوم، ودي ايام معدودات يعني معروفه، حتى لا يعني هو شهر واحد معروف هي فطرت فيه كم يوم او فطرته كله يعني معروف، سواء سنة أو سنتين أو ثلاثة، طالما المدة يعني تاهت عنها مش قادرة تحصر العدد، فبين الصيام لو قادرة أو بين الإخراج حتى لا يأتي رمضان آخر وقدامها السنة طويلة. والنذر بتاعك أخرجه ما استطعت، لأن العبرة بالقيمة. صحيح النذر ده بيبقى يشدد فيه، عشان كده لا يستخرج إلا من البخيل. واحد ما يتسرعش يقول انا علي ندر كذا لو حصل كذا، لا يا سيدي، لما يبقى يحصل تتحقق لك النعمه او المصلحه ابقى ساعتها اعمل بدون يعني ان تدخل نفسك في النذر، لان النذر واجب الاداء، فما تلزمش نفسك. لكن بما انك قلت كده، اما ان تنتظر حتى تنفك المساله وترجع شغلك وتنفذ النذر كما نذرته، وهذا اولى، أو تخرج المائة جنيه، لأن هي دي اللي كنت هتجيب بيها الأكل، تخرجها بنية هذا النذر وإن شاء الله تجوز. صلاتك التراويح بما تحفظ من القرآن الكريم جائزة، حتى لو كررت السورة الواحدة في الصلوات كلها الصلاة جائزة وصحيحة إن شاء الله. وتلاوتك في النوافل أو في التراويح وإنت ماسك المصحف لها أيضا أثر وصحيحة ومجزئة إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يرزقنا وإياك جمع القرآن وحفظه يا رب العالمين. التحقق من انتهاء الدورة الستات تعرف يعني أكتر من الفقهاء، يعني ألوان الدم، دم الحيض والنفاس، الستات أدرى بهذا من 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 الشيخ اللي بيجاوب. احنا بنجاوب كفرع من تصور اللي حضراتكم بتسألوا فيه. فالمرأة بتعرف امتى انتهت الدورة وانقطع الدم تماما، من خلال المدة، من خلال شكل الدم. الستات عارفين الكلام ده، فإذا انقطع تماما ترجعي تاني لإيه؟ لصومك وصلاتك وعباداتك، وبعد كده بتقضي الأيام اللي كانت فايتاك. برجع تاني لسيدنا أيوب. طبعا الأخت فاطمة يعني بتقول أنها محتاجة مساعدة لأن تعمل عملية للخلفة، يعني هذا حقها، من استطاع أن يساعدها في ذلك من باب إدخال الفرحة على أو إدخال السرور على مسلم، ومن باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وطلب الولد من أعمال الخير ومن أعمال البر، طلب مشروع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مين معانا؟ أم علاء. السلام عليكم. أم آلاء، يا مرحبا. أم محمود. أم محمود، كل سنة وأنت بخير. وأنت طيب، يعني كل أمهاتنا بخير يا رب العالمين وأخواتنا. نعم بخير يا حبيبي. وأنت طيبة. عايز أسألك بس على اللي هو الترجيع، ما دي انا صايمه بس بيجي لي ايه ان انا ارجع.
بعضني على زي عمري رجع هل الكلام جايز ولا في حاجة؟ تمام حاضر. عندك سؤال تاني؟ سمعت عايز اسمع بس الوزاعة الزكاة قد ايه؟ طيب مقدار الزكاة يعني؟ اه ماشي حاضر ماشي يا شيخ بارك الله فيك. استاذ عبد الغني من المحله الكبرى السلام عليكم. لا وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايز اسمعك انا مش اسمع نفسي. وطي التلفزيون حضرتك. اتفضل يا اخ عبد الغني. انا بس كنت نادر انا ابني يعني كان هو توفى الله يرحمه رحمة الله عليه. ايوه. فبعدين ايه انا قلت هذبح بس هو توفى من قيمة 6 سنين، هل انا اذبح في رمضان ولا اطلعه زكاة ولا اعمل ايه؟ اسال الله ان يرحمه وان يجعله فرطك الى الجنة يا رب العالمين وان يعني يجعلك من الصابرين المحتسبين ويعوضك خيرا يا رب العالمين. طيب هجاوبك يا استاذ عبد الغني. استاذ عبير سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك يا استاذ عبير. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه ربنا يبارك فيك. الله يخليك. معلش معايا سؤال ممكن؟ معاك اتفضلي. سامع. طيب انا فطرت ايام في رمضان يعني في مريضه مراره. في رمضان اللي احنا فيه؟ اه دلوقتي فطرت يومين يعني بتفطري وبترجعي تكملي صيام الايام الثانيه. اه يعني بفطر يوم ساعات وبعد كده بصوم يوم، فده ممكن ان انا اطلع فديه ولا اصومهم ثاني؟ طيب حاضر. ربنا يتم شفاءه عليك وعلى كل مريض يا رب العالمين. طيب انت طالما يعني بتفطري لعذر المرض فانت اما تقضي بعد رمضان الايام اللي انت فطرتيها او تفدي عن كل يوم تخرجي فديه او يعني تقضي اليوم اللي انت فطرتيه بتفدي عنه ومع دعائنا بالشفاء. الاخ عبد الغني انت نظرت النذر في رقبتك تخرج عليه مش شرط في رمضان، انت مش مرتبط بوقت الا اذا كنت نطقت ان انا يعني منطوق النذر ده مهم، لكن تخرج النذر كما نطقته انت، انا نذرت كذا يبقى جه في استطاعتك يبقى تخرجه في رمضان في شوال في اي وقت الا اذا كنت حددت هذا الوقت، النذر بقول مشدد فيه شويه عشان ما نلجاش اليه، مع دعائنا بالرحمه لابنك و الأجر لك الكامل على صبرك واحتسابك يا رب العالمين. الحاجة اللي سألتني عن مؤلاء أم محمود إنها مريضة فبترجع، الترجيع ده إما عمد أو رغم عن الإنسان. في حالة العمد يعني واحد تقيأ بمزاجه هذا يفطر ينتقد صومه، انما اللي بيرجع عنده برد عنده تلبك معه اي حاجه او مرض معين غلبه القيء يعني غصب عنه يكمل صومه عادي خالص وان شاء الله صيامه مكتمل غير ناقص. فانت طالما غصب عنك او بسبب من الاسباب ليس من ارادتك خارج عن ارادتك يبقى صومك صحيح. الزكاه السنه دي احنا بنرجع طبعا لعلمائنا في الازهر الشريف ودار الافتاء حددتها تقريبا ب 15 جنيه للفرد كحد ادنى واللي عايز يسأل لمن يقول باخراج القيمه وهو امر معتبر في شريعتنا. كان نفسي ان احنا نقول لكم بعض القصص المهمه جدا في دعاء المضطر لكن ان شاء الله الايام الجايه ومعاكم كل ثلاث قبل ساعه من الان في هذا البرنامج الجميل هذا ديننا عن هذه العبادة العظيمة شأن الدعاء. ومش هينفع نخلص البرنامج دون أن ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الكريمة وإحنا مقبلين على تمام فرحتنا بهذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان بعد أن صمنا لله سبحانه وتعالى مقبلين على الإفطار. ف
فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، واكشف البلاء والوباء عن مصر وأهلها يا رب العالمين. اللهم أدخلنا في ضمانك وأمانك وعفوك وعافيتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والقوة والعافية أجمعين يا رب العالمين. اللهم فرج عنا كروبنا، اللهم أزل عنا همومنا، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا ركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم أعطي كل ذي سؤل مسألته، وأنت أكرم الأكرمين. ليس لنا إله غيرك ندعوه، وليس لنا رب سواك نرجوه. أنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إلهنا سيدنا خالقنا رازقنا يا وهاب يا كريم يا عظيم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اجعله شفيعا لنا في قبورنا، اجعله أنيسا لنا في وحدتنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وترضى به يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب.